مرحبا، اليوم حبيت أغيركم عن الطبخ، أعمل كمامة عشان الفيروس لفيتكن فيها. عنا ماشي طولها 30 سنتي وعرضها 25 سنتي، كمان محرمة. بحط المحرمة بالنص بهيدا الشكل، القماشي بطويها، بعمل القماشي بهيدي الطريقة. خيط القماشة بهيدا الشكل، عملكن ياه طريقة كتير سريعة. بكمش القماشي بهيدي الطريقة لتضل القطبي جالسي معي. شفتوا كيف؟ طريقة جدا سهلة وسريعة. كمان ما بتاخد 5 دقايق بالتحضير. مغيطة بقصة بهذا الشكل، هذا الحجم. هو القماشي تقريبا كمان نفس الشيء. بحط المغيطة على جنب، بعمل القماشي بهيدا الشكل. شفتوا كيف؟ نفس الشي الطبع. طريقة كتير سهلة وسريعة. نعملها بهيدا الشكل. نفس الشي هيدي الميلة بتعجى. شفتوا كيف؟ قطبة. قطبتها بهيدا الشكل، مكنتها منيح. هلا بدنا نحط المغيطة فيها. كمان عندي دبوس هيدا، حط المغيطة بهيدي الطريقة. بسكر الدبوس، بعملها بهيدا الشكل. هيدي الكمامة اللي عم بعملها، إذا مضطرين ما عندكم كمامة وقدرانين وبدكم تظهروا ضروري تعملوها بهيدا الشكل، كتير سريعة. شفتوا كيف؟ هلا بربط المغيطة بشدة منيح بهيدي الطريقة، بنفوتها.
هالشكل. كمان نفس الشيء هيدي من هون راح اعملها. ربطها هيدا الشكل النهائي. شفتوا كيف؟ هيدي الكمامة اللي عملتها أنا وياكم، أخدت معنا بالتحضير 5 دقايق بدون مكنة. هيدا الشكل النهائي. بتمنى الطريقة تعجبكم وحاولت اعملكم شي تستفيدوا منه. بتمنى التعليق على الفيديو والاعجاب بالصفحة، وان شاء الله اشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.